يعني ايه تكيس المبايض؟ طيب عشان المبيض ده العضو تمام في المرأة المسؤول عن أهم وظيفتين، تمام، إنتاج الهرمونات الأنثوية وإنتاج المبايض وإنتاج البويضات عفوا. اتفضل. اللي بيحصل في حالات تكيس المبايض هي دي متلازمة تشمل إن المبيض بيحصل فيه تكيسات، بتشمل إن بيبقى فيه خلل في إفرازات الهرمونات عند الست، بيبقى فيه سمنة، تمام، بيبقى فيه اختلال في توزيع الشعر عند الست، الى جانب الى بعض الخلل في الشرايين، وممكن يوصل لخلل في القلب. فدي كلها احنا بنسميها متلازمه تكيس المبايض. ان المبيض بدل ما بيبقى له بيؤدي وظيفته ان هو بيفرز البويضات كل شهر وبيفرز الهرمونات، بيبقى لا، ده بيتحول لحاجه نسميها مجازا دقيق بلا طحن، ان هو بيكون جريب البويضه، جريب البويضه ده يقعد يكبر ويتحول لما يشبه الكيس، ولا يفرز بويضه سليمه ولا يقوم بدوره في افراز الهرمونات، فيعمل لنا المتلازمه دي.